اهلا بيكم اعزائي المشاهدين والمتابعين لقناه قناه اون نيو كل جديد. اولا انا بهني الشعب المصري والوطن العربي كله بحلول شهر رمضان المبارك، اعاد الله على مصر وعلى الامه العربيه كلها بكل امن وامان ان شاء الله. طبعا انا عارف ان التهنئه دي جت متاخره شويه، بس معلش كنت عايز انزل الفيديو دوت واتاخرت حبه. طبعا زي ما عودتكم ان انا اقدم لكم كل جديد وحصري ومتميز على قناه اون نيو كل جديد. تاكيدا لوعي دوت انا يسعدني اقول لكم ان انا هقدم على القناه برنامج هيكون باسم القناه، هيكون اسمه اول نيو كل جديد. ايه بقى السبب ان انا سميته اول نيو وكل جديد؟ اول نيو عشان على اسم القناه، والاسم كويس اول نيو كل جديد، احاول اقدم لكم فيه كل جديد كل حصري كل متميز. ده السبب في الاسم. السبب في ان انا عايز اقدم برنامج ان انا لفيت في الشارع المصري وشفت المواطن المصري، رجعت بالزمن لورا للسبعينات والثمانينات، لقيت الوضع مختلف خالص. المواطن المصري غير المواطن المصري. في السبعينات والثمانينات كان المواطن كان بشوش، كان مبتسم للحياه، ما كانش مكشر زي دلوقتي، اللي ما يخلصش النهارده يخلص بكره، وما حدش بيبات من غير عشاء، وكان الشعب المصري كان يالف النكته عن اي حاجه عشان يخلق جو من البشاشه والضحك والابتسامه بيكون موجود في وسط الشارع المصري او في وسط البيت المصري عموما. لكن دلوقتي تلاقي الشعب المصري او المواطن المصري يغلب عليه الكآبه والحزن، تيجي تساله يقول لك العيشه غاليه، يقول لك مش لاقيين ناكل، بقينا بنبات من غير عشاء. طب يا جماعه ايه السبب؟ طيب السبب يقول لك الغلا، السبب يقول لك ما احناش لاقيين ناكل. اللي بيحصل ده، فقلت عايز اقدم حاجه للمواطن المصري او في الشارع المصري عموما، تطفي جزء من البسمه او شيء من البسمه على وشوش كل المصريين اللي يشوفوا الفيديوهات بتاعتي ان شاء الله. فقلت ان انا هقدم البرنامج اعرض فيه كل شيء يخص المواطن المصري او يخص الشارع المصري عموما، هقدمه بشكل ساخر بشكل كوميدي. يا رب تتقبلوا مني اللي انا هقدمه، ما تقولوش ده بيستخف بينا او ده بيتريق علينا او لا. انا بحاول ان انا اقدم حاجه كوميديه، حاجه تبسط كل مواطن مصري يشوفها. كمان هحاول اقدم فيه غرائب، مواقف، عجائب، حاجات طريفه تعجب المواطن المصري. بس انا هقدم الكلام ده كله بشكل مختلف، بشكل كوميدي مختلف. انا بقدر اقلد فنانين، هقدم لكم الحلقات بتاعتي باصوات الفنانين بحيث ان انا ازود من جو الكوميديا في الحلقه بتاعتي. طبعا في انتظار تعليقاتكم ومشاهداتكم الكتير اللي هتعكس مدى اعجابكم بالحلقات بتاعتي اللي انا هقدمها ان شاء الله. ما تبخلوش عليا بالتعليقات وبرايكم في الحلقات بتاعتي وفي البرنامج بتاعي اللي انا بقدمه وفي الفقرات بتاعتي اللي هقدمها فيه. وطبعا لو في حد من المشاهدين عنده اي اقتراح ليا اطور بيه القناه بتاعتي او اطور بيه البرنامج بتاعي عشان يكون فعلا كل جديد ويكون متجدد دايما يوم بعد يوم، طبعا في انتظار اقتراحاتكم ديت، وهكون سعيد جدا لو اتعرضت عليا وهشوفها ان شاء الله، واللي ينفع ان انا اقدمه في البرنامج مش هتردد لحظه ان انا اقدمه في البرنامج بتاعي. وطبعا تضغطوا لنا سبسكرايب او اشتراك عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا وحلقاتنا على برنامجنا برنامج اون نيو وعلى قناتنا قناه اون نيو كل جديد.